كذبوا عليكم منين قالوا لكم ان المغرب عمره 12 قرن. تاريخ المغرب بدا قبل ما يبدا التاريخ اصلا. المغرب عمره اكثر من 300,000 عام وهو اصل البشريه، وكاع الادله الاركيولوجيه والتاريخيه شاهده اننا حنايا الاصل. اكتشاف جمجمه وعظام لاقدم انسان عاقل في موقع جبل ايغور ناحيه مدينه اليوسفيه بالمغرب حدث تاريخي وعلمي. 150,000 سنه هو العمر التقريبي لهذه الاصداف البحريه. قبل شهرين ذاع خبر اكتشافها في احدى المغارات قرب مدينة الصويرة في وسط غربي المغرب. يقول باحثون إنه أقدم نظام بنكي عرفته البشرية قبل ظهوره في أوروبا. شيد الأمازيغ فوق الأماكن المحصنة طبيعيا مخازن جماعية تعرف في اللغة الأمازيغية باسم إيغودار. عثور على أدوات من العظام في المغرب كانت تستخدم في صنع الملابس. تفيد الدراسة أن تاريخها يعود إلى 120,000 عام، هو أقدم اكتشاف نوعي على الإطلاق. وقد عثر على هذه الأدوات داخل كهف في بلدة الهرهورة قرب العاصمة الرباط. كذبوا عليكم وتيقتوا منين قالوا لكم أن مصر هي أم الدنيا. المغرب هو أم الدنيا وأبوها. كذبوا عليكم منين قالوا لكم أن المغاربة قبل ما يدخلهم الإسلام كانوا فقط رعاة وبربر وأقليات كيتقاتلوا، وحتى دخلهم الإسلام عاد ولاو بنادم، بل كانوا أمة وحضارة. وانتم تيقتوا أن الحضارة المغربية عمرها 12 قرن. شنو هي 12 قرن في عمر الحضارات؟ واش إثيوبيا إيران قدم من حنايا؟ الله يهديك سميتك. واش كوريا والفيتنام قدم من المغرب اللي سيرت تقول 12 قرن؟ واش منين تتقول ان تاريخ المغرب هو 12 قرن كيحسب لك ان رجعتي للمغرب بلد عريق وضارب جذور في التاريخ؟ راك غتترجع. 12 قرن في تاريخ الحضارات راه والو. راه غير الحضاره المصريه عمرها 70 قرن، وكاين اللي عمرها 60، وكاين اللي عمرها 50 قرن بحال الحضاره الهنديه والصينيه. كذبوا عليكم منين قالوا لكم ان بني اميه دخلوا للمغرب وفتحوا بالاسلام بالسلم والسلام. بنو اميه حرقوا القرى المغربية وسباوا النساء وأبادوا القبائل وأغاروا على القرى الأمازيغية الآمنة. كذبوا عليكم منين قالوا لكم أن سميتكم البربر أو البرابرة. وكذبات عليكم الروايات منين صوراتنا بحال وحوش كناكلوا لحم البجر، وكنا أقليات كنقوموا باغتصاب الأطفال وذبح النساء وتقديمهم كقرابين، وصوراتنا بحال الهمج. عاد جات الحضارة الإسلامية ورجعات المغاربة إنسان، ما كناش أقليات وما كناش مجرمين، كنا شعب عظيم وحضارة عريقة ضاربة في العمق. كنا ملايين البشر وكان مثل قرابة ثلث سكان الأرض في ذاك الوقت. كنا أمة أمازيغية مسالمة كتعيش على الصيد وتربية المواشي، ولم يكن أبدا من طبعنا العدواني والاعتداء رغم الغزو ورغم الحروب اللي كانت بيناتنا. وما كناش أبدا حنايا المور سبب في تعاسة أي شعب من شعوب الأرض. إننا كنعيشوا في جنة بعيدا على الحروب والتناحر الأوروبي والمشرقي والمجاعات، وبعيدا على القدارة والسياسة وكل شيء. ناس ما فراسهمش أن المغاربة الأمازيغ قاتلوا جيش الامويين وكلوهم تراب في معركه الاشراف وجراو عليهم من ارض المغرب بقياده ميسره المدغري. منين غضب الخليفه هشام بن عبد الملك على هزيمه الامويين على ايدي المقاتلين الامازيغ قال لهم او دوك المغاربه غلبوكم وقتلوا فيكم الاشراف العرب. قالوا لي راه ما عرفناش هاد المغاربه واش من الانس ولا من جن، راه كيخرجوا لينا من جبال، راه كيهبطوا علينا من السماء وكيقاتلوا فينا بواحد القوه راه ما يمكنش. فقال كلمته الشهيره: والله لا اغضبن لهم غضبه عربيه ولا أبعثن لهم جيشا أوله عندهم وآخره عندي. ورسل جيش من الشام صيفط للمغرب مكون من 30,000 مقاتل بقيادة كلتون بن عياد القشيري عوض بن الحبحاب. وتلاقى هذا الجيش مع الجيش ديال المغاربة الأمازيغ في واحد المعركة سميتها بقدورة، والمغاربة طحنوا الامويين عاوتاني في هذه المعركه ودهشرنا الامويين وزرعنا فيهم الرعب. ما عرفوا باش تبلاو. اسمعني مزيان اخي المغربي، اسمعني مزيان، راه ما يمكنش تكون اصلك عربي قح، بغيتي ولا كرهتي. ما تقدرش تنوض تقول ان المغاربه الاصل ديالهم عربي، حيت الا مشينا بهذا المنطق خاص تكون دازت واحد الاباده جماعيه ديال السكان الاصليين الامازيغيين الموريين، كيف موقع في امريكا الهنود الحمر، وكيف موقع كيف ما كيوقع دابا في اخرائيل. وراه فعلا دارت لهم اباده جماعيه، فعلا دارت لنا اباده ثقافيه واقتلاع حضاره كامله وادابتها في ذاكره التاريخ. وحنا تيقنا ديك الكذبه ديال اننا كنا امازيغ بربر شعبا همجي فوضوي وما عرفناش الامور على حقيقتها. والحقيقه ايها المغربي، اصلك انتايا موري،
بغيتي ولا كرهتي. ما عرفتش علاش كتنسب راسك لواحد الشعب بعيد عليك، مختلف عليك. انت ماشي عربي قح وماشي امازيغي قح، حيت باقي ما درناش تحاليل ديال الاديان باش نعرفوا ريوسنا شكون احنا. الاسلام دخل المغرب 670 ميلاديه، نقولوا كاع في الفتوحات شحال جاو ديال الناس من الجزيره العربيه. جات مليون ديال البشر ديال العرب جاوا لشمال افريقيا. في نهايه 1000 ميلاديه كانت تعداد سكان شمال افريقيا هو 10 ديال المليون. شنو زعما بغيتي تقول مليون ولدوا لينا 10 ديال المليون؟ ما يمكنش. شنو هما الموريون؟ الموريون هو اللقب اللي طلقوه الرومان والقرطاجيون على شعب المغرب الأقصى. المغرب الأقصى اللي هو المغرب حيث كان واحد النسيج ديموغرافي عجيب في هذه المنطقة بالضبط. حنايا المغاربة احنا موريون، جدودك وجدودي هما اللي حكموا موريطانيا الطنجية مع ملك نباكا قبل 225 عام قبل الميلاد، ثم ميستانوس، ثم بوكوس الأول، وحاربنا مع ملكنا يوغرطا، حاربنا الرومان وحكمنا إفريقيا. جدودك هما المرابطون والموحدون والسعديون. احنا اللي وكلنا العثمانيين تراب فؤاد البن، احنا اللي قهرنا البرتغال فؤاد المخازن، احنا اللي فتحنا الاندلس. جدك وجدي هو ماسينسا وهنبع عل وطارق بن زياد وغيرهم من عمالقه القوم. احنا يا شعب الاطلنط رعايا العظيم اطلس وشعوب البحر، احنا يا الموريون والباكاوات ونيكور وبرغواطه، احنا المرابطون والموحدون والمارينيين والسعديين والعلويين. هزمنا الاغريق والرومان والويندال والامويين، هزمنا الفايكنجز وقشتاله واوروبا والعثمانيين. نحن غزاة افريقيا قولا وفعلا. وإلى سولوك على التاريخ قل لهم احنا هي التاريخ وحنا ماليه. قل لهم ان اقدم انسان على وجه البسيطه اللي عاش قبل 300,000 عام الجمجمه ديالو راهي عندنا حنايا في جبل ايغود في اليوسفيه. قل لهم ان عندنا اقدم مقبره في التاريخ غاف مغاره الحمام في تافوغالت، فيها مغاربه مدفونين قبل 15,000 عام. هدر لهم على ان اقدم عمليه جراحيه ديال الراس داروها مغاربه قبل 15,000 عام في تافوغالت. قول لهم ان المغاربه صوبوا اقدم حلي في العالم قبل 150,000 عام. قول لهم ان المغاربه اول من صنع الملابس، وجبد لهم ان في المغرب كاين اقدم بنكه في العالم في ايغودار، اول جامعه في التاريخ جامعه القرويين. قول لهم حنايا المور اللي اسسنا دوله قبل 500 سنه قبل الميلاد. نحن المغاربه المور، نحن المغاربه المور، ان صنعت ابدعت اناملنا، ان نقشنا الجدران خلدت عظمتنا، وان حاربنا كتبنا التاريخ بدمائنا. جيب لي التاريخ اللي قراوك نجيب لك التاريخ اللي قريناه وما قراوش لينا. والفيديو الماجي تسناو سلسله جديده على تاريخ المغرب من الالف الى الياء، غادي نسميها سلسله المغرب ابو الدنيا، وغنعرفوا فيها شكون هو اول مغربي سكن هذه الارض المباركه أرض الله. سيداتي سادتي حلقة اليوم سالت، شكرا لكم بزاف على المتابعة. ما تنسوش تعطونا لايك تشاركوا في القناة، تابعوني على انستغرام في الأول انستغرام ها هو الانستغرام. كان معكم أخوكم حبيبكم يونس مسرار، السلام عليكم، دوزوا بخير. لأن الأمة العرب لم يكونوا أمة، المغاربة كانوا أمة. هون أصل لك أسير دوال المغرب، والمغربي ما تيسمحش بالفراغ، والمغربي دائما وفي للدولة، والمغربي دائما يسعى أن الدولة نتاعو تتكون قوية. أنا مغربي موري ما عنديش علاقة بالمشرق، هذا تعصب، هذا ليس تعصب، هذا اعتزاز بالهوية العماسية وبمغربنا وبأصولنا.